لما يجيك واحد من الناس وتقول له، وهذا يسمى الوعي الموقفي، وهذه المهارة هي المهارة التي تجعلك إنسان عندك ذوق ولا إنسان ثقيل. وما أكثر الثقلاء المقززين. إيش معنى مقزز؟ مطفي النور. مطفي النور، لا يفكر إلا في مشاعره وفي أفكاره وليس في مشاعر وأفكار لأمامه. أعطيك مثال بسيط على تقزيز بعض الناس، يسمونه الوعي الموقفي، بس تقزيز لغة شبابية كذا. الوعي الموقفي، أعطيك مثال. لما يجيني واحد ويقول لي ياسر أبا أسألك سؤال وأبغى منك إجابة، أقول له وشو؟ قال يا أخي أنا بعمر لي عمارة وابحث لي عن أرض. أقول له لا لا لا، وقف على الحكيمي، وقعت، أبا أعطيك معلومات مهمة جدا في هذا الموضوع. فش يسوي هو عادة الناس؟ يطلع القلم، لاحظوا شو يسوي، ويفتح القلم ويستعد للكتابة، لأنها مواضيع ستكون مهمة بناء على تسويقي أنا للفكرة. يا سلام. فبديت أتكلم وأقول له والله كذا، وأنا مرة مرات وأقول بطولاتي وسولف وسولف كلام لا يهمه. ماذا فعله هو؟ أغلق القلم ورجع القلم، ولكنه كان مؤدبا وكان يقول ما شاء الله جزاك الله خير، والله فعلا ما شاء الله جزاك الله خير. إذا أنا عندي فراسة وعندي وعي موقفي، أعلم يقينا أن ما أقوله ليس مهما بالنسبة له. ما القرينة؟ مقفل المقال، ما سجل ورجع القلم حتى لو كان يبتسم ويجاملني. جميل. اللي ما عنده وعي موقفي سيستمر يسولف ويسولف ويسولف، أحيانا يكلمك واحد يعني زي الآن، شوف شو يقول، جميل جميل. إذا ما ألقطها أنا سأستمر في الحديث لأني أفكر في مشاعري وأفكاري، ولا أفكر في مشاعر الآخر المحاور وأفكاره. هذا يسمى الوعي الموقفي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فراسة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول الصعب بن جثامة رضي الله عنه: فلما أهديته حمارا وحشيا، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام. لاحظ الوعي الموقفي عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما رأى الكراهية في وجهي، ما تكلمت ولا تذمرت ولا زعلت ولا ناقشت، رأى الكراهية في وجهي، قال: إنا لم نأكله لأننا حرم. بيّن له السبب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة، شوف الوعي الموقفي أيضا، قال: يا عائشة والله إني لا أعلم متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي غضبة. متى تصير زعلانة ومتى تكوني راضية؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعي موقفي. التقزيز ليس من سمات العظماء، مراعاة مشاعر الآخرين من سمات العظماء. فقالت عائشة: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبة تقولين ورب إبراهيم. قالت: نعم، لا أهجر لأسمك عليه الصلاة والسلام. هذا ما يسمى بالوعي الموقفي، وهو يعني حاجة رائعة جدا تمكنك من التعامل مع الناس بشكل جيد، قراءة مشاعرهم تجاه أفكارك وردات فعلهم تجاه ما تقوله لهم. جميل جدا. ضيحتني. جزاك الله خير. الله يسعدك. طيب، كثير من الناس يقول: أنا أحب الشفافية، أنا أحب الوضوح وما أحب الغموض، ما أحب مجاملة. فتجد حواره وردود ردوده على الناس تكون قاسية شوي، على قولتنا بنص الجبهة. زين، كيف يتم التعامل مع مثل هذه الشخصية اللي يعني أغلب طابعها ما يكون إنه والله أنا واضح وصريح وما أحب المجاملة، لما تجي تسأله أو تشوف ردة فعله يكون قاسي جدا وما عنده أي رحمة وما عنده أي يعني احترام لي. وإذا زعل في نفس الوقت يعني يغضب ويتكلم، وممكن حتى يشتم ولا يصير أي شيء، وبعد كذا يهدى ويدار الموضوع ما كان في شيء. أولا الرفق والمجاملة والذوق لا تبرر كتمان الحق. أشوف منكر والله أقول من الذوق وكذا ما ودي أجرح مشاعره. الذوق والرفق والمجاملة لا تبرر كتمان الحق، وإظهار الحق ليست وسيلته الدفاشة والصراحة اللي تصل إلى درجة الوقاحة والفظاظة. لا، أستطيع أني أوصل الحق بطريقة مؤدبة، بطريقة مؤدبة. هذه الرسالة الأولى لأمثال هؤلاء. جميل. الأمر الآخر، أي إنسان من هذا النوع عادة يجد من أمثال الناس الطيبين اللي عندهم يعني احترام للآخر يجد التأييد. اسكتوا لا يزعل فلان، يراضونه، يراعون مشاعره، يعني يقدمونه على غيره حتى لا يعتب أو يغضب، وبالتالي هذا نوع من الإقرار على سلوكياته. فأي سلوك يحصل إنسان من خلاله على مكاسب يستمر فيه،
فأحيانا هؤلاء احنا نساعدهم ونجي ما نسميها شراسة ولا نسميها قلة أدب، نسميها قوة شخصية. احنا قاعدين نسوق لها معناها، وبالتالي لما أعرف أن هذه قوة شخصية أبغى أصير قوي شخصية، إذا لازم أراد الناس وأتكلم وأغلط وأرفع صوتي، هذا غير صحيح. رسالتي لها أمثال هؤلاء ابتداء. أنا ودي تكون هالرسالة بعد الفاصل، شو رأيك؟ على رأسي. نعود مرة أخرى مع الأستاذ ياسر الحزيمي ومع بناء الذات. وصلنا قبل الفاصل إلى موضوع كيف نتعامل مع الأشخاص اللي يقرون أنهم يعني صريحين جدا وواضحين ولا يميلون إلى الصراحة أبدا. نعم. فكيف يتم التعامل معهم؟ سووا دراسة على شبك دجاج واكتشفوا التالي. اكتشفوا أن الدجاج ينقسم إلى مجموعة أقسام. اكتشفوا أن القسم الأول ألف، أعطوه مسمى ألف، رمز ألف. وجدوا أن الدجاجة ألف أسلم أن الدجاجة ألف تنقر ولا تنقر، أحد يقربها، بس هي تنقر كل اللي في العشة. وجدوا أن الدجاجة باء تنقرها ألف وهي تنقر جيم ودال، ثم وجدوا جيم تنقرها ألف وباء وهي تنقر دال، ثم وجدوا دال تنقر من ألف وباء ولا تنقر. تنقر ولا تنقر. في كل مجلس، في كل عائلة، ثم تضحية نطقطق عليه، وثم واحد ما حد يقربه. أبعطي رسالة اللي ما حد يقربه، وبعطي رسالة للضحية. أولا، إذا أنت ألف تنقر ولا تنقر، اعلم أنك من شر عباد الله. لا تفرح، والله العظيم، ولا تسعى أن تكون هذا، لا تفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس يوم القيامة، شر الناس يوم القيامة، مو في الدنيا، يوم القيامة شر الناس، ويحشر مع شر الناس. من اتقاه الناس لشره، لا يقربنا فلان، لا يزعل فلان، لا يشرع علينا فلان، لا يعتب فلان. لا تفرح إذا كنت من هذا النوع. الشافعي كان في باحة منزله في داره، نايم في الصالة نسميها احنا، نايم، فبكى أحد أبنائه من الأطفال، فراح مسك الطفل وحط يده في، أو عفوا هو كان نائم، فجاءت جارية عشان ما يزعج الشافعي، فأخذت الولد ووضعت يدها في فيه، فعضها فآلمها. فلما أفاق الشافعي قالوا له: ما صنعت الجارية؟ من باب الفخر، شوف الجارية هذه بنيك وش سوت، الولد كان يصيح وحطت يدها وأوجعها وما شاء الله وكذا. فغضب الشافعي وقال: والله لا أقعدن في مكان أزعج فيه أهلي. يا سلام. أنا اللي مزعجهم، مش هم اللي مزعجيني. سبحان. أنا اللي لخبطت عليهم حياتهم. في أحد ينام في الصالة؟ الصالة مكان للحديث والكلام. صحيح.